انا معز سالم من طق برج العكارمة بالمضيلة. فهمتني؟ بالنسبة لبرج العكارمة بالمضيلة راهو يعاني برشا من التلوث، من التهمش. الناس كلها تعاني لهنا، ما ثمش واحد يقول لك راهو لاباس عليا ولا حاجة، الناس كلها تعاني. المعمل هذايا كارثة جابوه للبلاد لهنا، كارثة أخرى. فهمتني؟ ما قبلته حتى بلاصة، قبلوه كلك فاصة، جابوه لهنا على أساس باش يعملوا تنمية ويعملوا كل شيء، وهو ظهر مش صحيح. فهمتني؟ جايبين التلوث لهنا باش يقضيوا على العباد اللي هنا. فهمتني؟ حاجة أخرى ما ثمش. احنا ما رينا شيء من الدولة هذه من الاستقلال إلى يومنا هذا، ما شفنا شيء. المنطقة هذه تخرج يوميا 3 مليارات من الفوسفات، من التراب الأسود، من الذهب الأسود. فهمت؟ وأولادنا قاعدين مهمشين، قاعدين يعني عايشين على نجم تقول نحن عايشين على جرايات أبياتنا. يعني حتى يعني تلقاهم 6 و7 في العائلة يتعشوا من جراية نتاع الباب نتاعهم. كان لاقين مقدرة باش نهاجروا منها المنطقة هذه، نهاجروا منها. نحن علاش قاعدين فيها؟ شنو اللي فيها؟ لا فيها لا مستقبل، حد شيء ما فيها حد شيء. احنا ناس نحبوا نعيشوا عيشة كريمة، فهمت؟ حياة كريمة فيها متطلبات الحياة الكل. الكوبانية جت وقت الاستعمار، وقت الاستعمار جت جوا شكون كشفوها؟ فرانسيس كشفوها الفصفات هذي، ومن ثم ديمارت وبدت تخدم. معناها يخدموا في الداموس، الخدامة تخدم في الداموس الداخل بالبالة وترانشي واحد، وعندهم فقوات وبشوي وتتطور بشوي تطور حتى لحد اللين توتية حاليا ولت بلا آلات لونجان، هذيك التراكس والبلدوزير واحد، ولو ما عاش في الدموس، ولو ينحوا الفصفات الفوقاني الميرني الفوقاني ما يصلحش، ويهزوا الفصفات ويخلوا الأرض سايبة كما هي. معناها يحفر وديان وكداس وواحد، حتى لين وصلت للحالة هذه الموجودين فيها اليوم كثير التلوث. علاش كثير التلوث؟ قبل كانت تنتج شوية، ما كانش كما تو تنتج، تبارك الله تنتج خيرات ربي. شركة فصفات كفسة وهي العمود الفقري متاع جمهورية تونسي. ثانيا بالنسبة للمنطقة، أي منجم متعرض للتلوث، وأكبر منجم هو نتاع المضيلة للتلوث، على خاطر فيه معمل كيميائي الأول، وزادوه واحد ثاني باش يديماري في مارس، وباش يزيدوه يخدموا فيه توتية الثالث. وإذا كان ديمار وضمة ثلاثة سي، معناه المضيلة وما يحيط بها حتى قفصة والوكتار وكله المتلوي وكله يلحقها للمعمل الكيميائي هذايا، لخاطر فيه كوارث كبيرة ياسر. ونشوفوا في العباد معناه كيفاش قاعدة تموت، معناه بالتلوث تاع المعامل هذه اللي الموجودة. ومالي المنطقة ما عندهم حد شيء، ما يكسبوا حد شيء، مساكين عراية هراية يكسبوا حد شيء، لا خدموا ذريتهم ولا تنعموا هما، وهاك ما تشوف. بالنسبة لهنا حتى الفائدة متاع شركة فصفات قفصة تمشي للشمال وتمشي لواحد، تمشي للمستير وسوسة وواحد، من غير وحدات جهوية. باش نبدو واضحين، ما عنديش شك جهوية ولا واحد، لا بالعكس. تو الناس المفكرين وكل اللي يعرفوا أكثر من هنا 100 مرة قالك أنتم كما رجل واقف عليها البدن الكل وما تمتع حتى بشيء. هذه أرضنا نحن، هاك تشوف فيها، معناه لا تلقى بير لا حد شيء، تلقاش حد شيء هنا، تلقاش حتى حاجة اللي هنيتية باش على الأقل تعوضنا. أولادنا بطالة، اشترها مرضى، حتى كي يجيبوا خدامة يجيبوها من برا، يجيبوها من صفاقس ويجيبوها من قابس ويجيبوها من سوس ومن ملواز ويجيبوها لهنا يخدم لك. معناه هنا وما يجيش، يجي كان هو، حتى عائلته ما يجيش، يجي كان هو. فهمت؟ نحنا أولادنا هنا ظل دخن عليها الماء وراضينا، هاك ما تشوف فيه، شوف هنا معناها هاك تشوف الوزينة هذي، هذاك كان البقعة ذيك كانوا يحرثوا فيها، تعرف الحرث كانوا يحرثوا فيها، كانت تجيب هانو اليوم معناها شوف فيها، وما عطوه حد شيء مولاه مسكين، لين ماتوا ما عطوه حد شيء.
وها هي كلها تشوف فيها كانت هذه جبال ورد مرعى، وكان جدودنا وبياتنا يرعوا فيها بالغلام وبالبل وبالواحد، تو قلبوها سفاها على عافيه ما عادش عندنا. حتى كي ترعى هنا، حتى كي ترعى في الشيرات هذيا، ماك التلوث هذاك نتاع الواحد تمرض سنون النعجه، كانت تعرف النعجه سنونها تصفار، تولي كما واحد كما كثير تصفار وتموت. اللي تشوف فيها هذيك كان مولاها نعرفه انا غير المعرفه، كان يعرف فيها وكان يجيب الزرع. هاني اليوم كيف لا خدموه لا عطوه التعويض لين مات، وهذه كل تشوف فيها ابو ملاها هذه قاعده اراضي اشتراكيه نتاع المجموعه، نتاع المجموعه كل العكارمه هذوما اللي اصحاب البرج هذوما اللي دول المضيله جاي وين كنتوا ثم، هذه اراضيهم كل هانو. اللي حرث حتى كي يحرث ما تجيش، علاش ما تجيش؟ على خاطر تعبت بالغبر وتعبت بالواحد ما عادش يطلع الزرع شوي ويموت، تولي حتى اللي كان يحرث قبل اللي كان يحرث ولا ما عادش يحرث، الارض ما نسلموهاش. ونحن ثم حلقوم باش يعدوه تو باش يعدوه في مارس الشهر الداخل باش يعدوه، مش انت خلوهم الكوبانيه حلقوم تاع ماء جايباته من غادي باش تغسل به المعامل هذوما اللي يخدموا تو جدد، مش انت خلوها تعدي على الاراضين. حاجتين اعطينا تعويض او يخدمونا اولاد، حاجتين او تو في حذاء المتلوي منه باش يخرجوه ما نعرفش تقريب في مارس باش نحبسوه، ولو نمشوا الحبس ما نخلوهمش يعدوا. كامل احتراماتني للجميع. لازم تتبدل المنطقة، لازم تتبدل باش الناس تلقى مناخ جديد تعيش فيه، فهمتني؟ تقول طيب ما عندوش كيفاش يعمل تيموت اللي هنا، ما عندوش باش ينقل تيموت اللي هنا، فهمتني؟ كان حل هذا الثاني تتموت العباد اللي هنا، فهمتني؟ حلال ولا حرام العباد تموت.